ويعني رايحه ودانك واحساسك وتفاصيلك والبيت خلاص بيجبر على التسقيف. بدأتي فضلتي بنفس الحاله دي لحد امتى بقى حسيتي ان انت عايزه تاخدي خطوه مش من بابا وماما بس؟ مش انا بقى، هما بعد ما لقوني عامله كده الحاله دي يعني بدأوا يلفوا على الدكاتره وكده. مش دكاتره، بدأت ماما، هي ماما كانت بتحب الغنى وهي صغيره، ففاهمه، فودتني قصر ثقافه الحريه الاول في اسكندريه عشان احنا اسكندرانيين، وبعد كده منه ودوني عملت افتتاح قصر ثقافه الانفوشي. كنت خلاص بقى بدأت أطول شوية، بدأت أكبر شوية مع فترة من التدريب شوية. كم سنة بقى احنا بنتكلم كده وانت عندك كم سنة؟ أعتقد 8 سنين يعني أول مرة وقفت فيها على المسرح في حياتي، أعتقد 8 سنين. وكانت بتفتتحوا بقى وقتها سوزان مبارك ووزير الثقافة يعني كان حدث كبير، حرم الرئيس، دي أول حفلة في حياتي، ووزير الثقافة روح حسني، وأول حفلة بقول لك في حياتي أقف فيها على المسرح. واللي هو مش مستوعبة أصلا، يعني لما وقفت على المسرح أنا الفيديو موجود، واقفة اللي هو الله انت مبسوطة يعني انت فرحانة بالجمهور يعني الله، مش خايفة يعني انت مش حاسة ان ايه ده؟ لا خايفة بس مبسوطة، الحاجة اللي انا كنت بتخيلها ونفسي فيها اني اقف على مسرح وناس تبقى واقفة وبتسقف لي، وفاهمة مين الناس اللي قاعدة دي ويعني خالص. حجم ولا فاهمة حاجة ومرات الرئيس ولا فاهمة اي حاجة، والمفروض ان انا كان ورايا ستارة كده، الستاره دي بعد ما اخلص احيي الناس وادخل، لا انا فضلت واقفه متنحه، انا مش فاهمه المفروض يحصل ايه بعد كده، انا لقيتهم بيشدوني قوموا انتوا بقى انا خلاص كده لقيتهم بيشدوني دخلوني خلاص، بس لا مبسوطه يعني حاسه ان المكان ده بتاعي، حاسه ان انا دي حاجه انا بحبها عايزه اعمل كده. ويعني مش يعني اللي بيغني ده بيبقى باصص على جمهوره وكده، وانت الناس اللي في الصف الاول مش حاسه كده من عينيهم بيقولوا لك حاجه يعني ولا فاهمه اي حاجه خالص. مش مستوعبه، انا كان وانا صغيره كنت مش من النوع اللي بقعد افكر وافهم ولا لا خالص، كلنا كل الاطفال كده حضرتك لا انا دلوقتي بشوف الاطفال حاجه تانية، الاطفال اللي موجودين دلوقتي يعلمونا حضرتك دي حضرتك حاجه تانية، لا دي قصه تانية. انا بتكلم على الاطفال الطبيعيين مش بتوع مش بتوعنا لا لا مش بتوع اليوتيوب لا لا انا بتكلم على وقتها انا ما كنتش مستوعبه اصلا يعني ايه، بس انا فاهمه ان دي الحاجه اللي انا بحبها، او فاهمه ان ده مكاني، انا مبسوطه وانا هنا، لقيت نفسي بس. وبعد الحفله دي ايه اللي حصل بقى؟ المدرسه بقى اهتموا، يعني في مراحل سبحان الله ربنا وقف لي يعني ناس في طريقي علشان يخلوني اكمل الطريق. طب يعني انت من اسكندريه، اسكندريه مليانه مواهب وكل المحافظات مليانه مواهب، لكن ازمتنا في مصر هي مركزيه، دايما القاهره هي اللي الناس باصه عليها، وهي اللي يعني لو قعدت طول عمرك تغني في اسكندريه مش هت يعني مش هتوصل.